هاي أنا نيسا. بالفيديو السابق حكينا بشكل عام عن الميديتيشن التأمل بالربط بين الميديتيشن يلي هي الروح الفكر الجسم وكيف نتوازن بجسمنا بأفكارنا وكيف نخلق السكون بحالنا. بهذا الفيديو رح نحكي أكتر ونغوص بموضوع قديش نحن قادرين نتحكم بقدراتنا بطاقتنا يلي هي بوزيتيف أكتر من هي نيجاتيف، وحتى نقدر نتساعد نشيل كل شيء سلبي ونعرف إنه نحن خلقنا بطاقة إيجابية أكتر من هي سلبية، ونخلي الإيجابية تتحكم فينا وتكون أقوى ومتعمقة بطريقة أهم من النيجاتيفيتي. مثل ما في طاقة سلبية في طاقة إيجابية، والطاقة السلبية هي كتير بشعة، فيني أقولها كلمة بشعة، فيني أقولها كلمة مزعجة بالجسم، فيني أقولها بتخلق لي مشاكل، بتخلق لي زعل، بتخلق لي بروكن هارت. أنا قد ما فيي كل شيء إيجابي بدي أخلقه بحياتي، فيني بلش بأشخاص حوالي، يعني أنا كل إنسان نيجاتيف فيني ما أتواجد معه، هيدي فيني بلشها من حوالي، من الأشخاص اللي موجودين بين أصحابي، بين نطاق، بين الشغل، فيني أتحشاهم، هيدي نقطة، فيني أظهر منهم، لأنه في فايبس موجودين بالمجتمع، فيني فوت على مطرح حس حالي أنا يمكن متضايقة أو ما أعرف ليه متضايقة، لأنه بيبقى في أشخاص عن جد عندها نيجاتيف فايبس، أنا قد ما فيي بجرب أتحاشى هيدي الأشخاص أو جرب نوعاً ما يمكن بس تصير بمرحلة متقدمة أقدر ساعدها تكون هي عندها بوزيتيف إنرجي. شغلة تانية عم بحكي، أنا رح أحكي تيبس معينة فيها تساعدنا. رح أقول شغلة تانية اللي هي التنفس، يعني أنا إذا قاعدة مزعوجة متضايقة مقهورة معصبة من الشغل من البيت من أي شيء، فيني غمض عيني بطريقة كتير بسيطة، أخذ نفس عميق من المنخور، أحبس النفس لسكنز معينة بقلب جسمي، طلع نفس وأتخيل بالصوت تبعي بالمايند تبعي إنه أنا عم شم بوزيتيف إنرجي، أتخيل إنه في أتوم في بروتون في موليكول موجودين بالجو، في فريكونسي في فايبس عم بيخدهم كأنه هني بوزيتيف، عم بحبسهم بقلب معدتي بقلب جسمي، احبس كل شيء وتخيل كأنه في اشي عم تتفتت وطلع. اذا عملت هالتنفس بطريقة 3 مرات 4 مرات بأي لحظة كون فيها تعبانة مزعوجة متضايقة، فيني بهيدا السجنز بهالدقيقة اللي انا عم عيش هيدي مرحلة التنفس، فيني ساعد حالي وساعد جسمي انه طلع وريح حالي من النيجاتيف فايبس، فيني شيلهم ابعتهم وديهم الغيهم. نصيحة أخرى كمان فينا نلتجئ لها، فينا أخبركم عنها يلي هي كيف ننقي نسمع الأغاني، كيف ننقي نسمع الموسيقى. الموسيقى الرايقة كتير مهمة، بتخلق لنا توازن بجسمنا، يعني نحن إذا كنا بحالة انسجام عم نسمع موسيقى معينة لحالكم أوقات بتحسوا إن جسمكم عم يهز، بنقول نحن بنسميها بالعربي إنه العربي الدارج، بنقول انطربنا، فينا نقول انه فتنا فيها، لانه جسمك بصير لحاله يزقف اتريسبوند، لانه بيكون خلق له بوزيتيف انرجي، بتكون خلق له فرح، بتكون خلق له انه شيء يفرحه، بتخلق له توازن مهم بالعقل بالجسم. وبدي منكم قد ما فيكم تبعدوا عن الاغاني يلي بتذكركم بماضي قليل، بتذكركم باشخاص يمكن اذيوكم، باغاني اللي فيها الياس والجرح والوجع القلب والتعب، لانه بحس بس تسمعون حتلتجئوا لأنكم تبكوا، رح تلتجئوا أنكم تزعلوا، رح تفوتوا بزعل بأفكار تتذكروها أشياء بشعة. سو قد ما فيكم اسمعوا أغاني فيها فرح، فيها سكون، فيها راحة، فيها ابتسامة، فيها فايبس عم تخلق لكم توازن بجسمكم. في موضوع آخر كمان لازم أحكي عنه يلي هو المشي بالطبيعة، يلي هو المشي حد هالشجر، حد الورد، حد الحجر، إيفن على الوحل، شم ريحة الطبيعة، شم ريحة الورد، شم ريحة الشجر، حس قديش وجود هالطبيعة مهم، حس بجاذبية الأرض يمكن تخليني أقعد تخلق لي أفكار حلوة، تخلق لي ريحة إنه فكر هالشجرة كيف نميت، هالوردة كيف عندها الريحة. في كتير مواضيع عن جد يمكن أنا ما عندي برسبكتيف، ما عندي منظار لهالقصص إنه فكر فيها، بل إنه إذا بفكر فيها بتخلق لي نوع من الميديتيشن. إذا أنا ماشي وعندي أفكار بشعة بجرب حط هالأفكار البشعة ورا ظهري، ورا مشيتي، ورا دعساتي، وضلني ماشي وماشي ماشي وفكر، إجا بتفكير هالوردة شو لونها، هالوردة شو ريحتها، اخلق تفكير ركز على هالشجرة كيف عم تنمى، هالشجرة كيف بتزت ورق، ترجع بتحط ورق، تخيل حالي يمكن أنا شجرة كيف أود بزت من حالي اشياء بس برجع بلم اشياء تانية من بالي. في
اشياء بتروح، في اشياء بتجي، في اشياء حلوه بالحياه. في نقطه ثانيه لازم ندور عليها يلي هي الاكتيفيتي، يلي هي اي انسان بحب اشياء يعملها، من اكتيفيتي، من رياضه، من رسم، من يدق موسيقى، اي شيء كان يحب او بحب يعملهم فيه يحققهم. هذا الشيء بيخلق فرح داخلي، بيخلق اكتفاء ذاتي، بيخلق تناغم بالعقل، ريحه بالجسد، بالفكر، بالروح، بيطلع كل شيء نيجاتيف، بيطلع كل شيء متعب وتقل، بجرب قد ما في يثبت ساعتها البوزيتيف انرجي بقلب جسمه. بهيدا الفيديو تعلمنا بطرق خفيفه وبسيطه وما بتكلف، يلي هي موجوده معنا بالحياه اليوميه، من كان من التنفس، كيف نتنفس، كيف نطلع منه النيجاتيف فايبس، كيف نكتسب اكثر البالانس والبوزيتيف انرجي. تعلمنا كيف نسمع موسيقى، اي نوع موسيقى، كيف نخلي الفايبس تبع الموسيقى تشغلنا البالانسينج بجسمنا. تعلمنا كيف نعمل اكتيفيتي، الاشياء اللي بنحبها اللي هي بتطلع لي مني الطاقات اللي هي سلبيه وبتخليني اخلق فرح لانه حققت اشياء انا بذاتي وحابه كنت اعملها. وكمان حكينا عن المشي بالطبيعه قد ايه بيخلق لي طاقه ايجابيه، قد ايه بتطلع لي الطاقه السلبيه من جسمي. بالفيديو الجاي رح نحكي عن الشاكرا يلي هن معروفين بنقاط الطاقه يلي موجودين بجسم الانسان يلي هن 7. بتمنى تكونوا استفدتوا من هالفيديو، واذا عندكم اي سؤال اتركوا لي على خانه التعليقات، وما تنسوا تعملوا فولو على الفيسبوك وانستغرام، اكيد تعملوا سبسكرايب لقناه دنياتي.